يشدنو أنه اليوم تم تدشين جادة الملك سلمان بيمين الحصن، وكان ملفت الحضور السياسي اللي موجود. أشعر بسعادة غامرة لرؤية هذا البلد العزيز سالماً مطمئناً وسائراً بإذن الله نحو تثبيت استقراره ودوره الريادي. وشعل الرئيس سعد الحريري عن علاقته بجنبلاط وأجعجع. علاقتي مع وليد باك بتطلع وبتنزل، ولكن مش بسبب سعد الحريري. أنا بتطلع على العلاقة استراتيجية، هيدي الأمور اللي هي اليوميات رعاية العلاقة، يعني هيدي جزء من السياسة اللبنانية، ونحن وليد باك ما حنختلف بالآخر. دكتور الرئيس هو بيعرف شو هو بالنسبة لي، وأنا يعني وأنا بعرف شو أنا بالنسبة لي. علاقتي مع الدكتور جعجع ممتازة، امبارح حكيته وعيدته وقلت له إن شاء الله ينعاد عليك قريباً.